في هذا الجزء الان راح نحول هذا للريزستيف لود، راح احوله ل ريزستيف واندكتيف لود ار ال. راح احول هذا ل ار ال من هون. هلا صار انا بحاجه اني احسب احط الاندكتنس المناسبه. خلينا نحط الاندكتنس المناسبه بحيث انها الزاويه تكون تقريبا 45 درجه. حتى تكون الزاويه 45 درجه ايش لازم تكون العلاقه بين ار واكس ال؟ اكس ال لازم تساوي ار. لازم تساوي ار، بيطلع معي 45 درجه مش هيك؟ لكن اكس ال كيف بحسبها؟ شو علاقه اكس ال ب ال؟ اوميجا. اوميجا ال، اوميجا شو بتساوي؟ 2.5. اذا حتى يطلع معي مثلا هذا الاندكتنس بدي اكس ال يكون 10 اوم رياكتيف، لازم يكون عندي 2 باي اف ال يساوي 10. اذا ال شو بتساوي؟ 10 على 2 باي 50، احنا غيرنا الفريكونسي ل 50. اذا بدي 10 على 2 على باي وعلى 50، فبيطلع معي بالملي هنري، بيطلع عندي 32 ملي هنري. فراح احط هون 32 ملي هنري، هو معطيني هون الماينس 3 اللي هي الملي، فبقدر انا مباشره احط 32. فهي صارت 32 ملي هنري. 32 ملي هنري قديش الرياكتنس تبعها؟ 10 اوم. اوكي، ولازم اعرف الفريكونسي حتى اقدر احسب الرياكتنس تبعها. اذا هلا هون بنقول اوكي، هلا الانيشال كونديشن، خلينا نحط الانيشال كونديشن، سيت الانيشال كارنت طبعا بدنا اياه زيرو. يعني الانيشال كونديشن بتذكر الانيشال كونديشن في الكنترول، نفس الشيء بنحكي عن الانيشال كونديشن هون. الانيشال كونديشن في الحاله هاي انه الكارنت في الاندكتر لازم يكون زيرو. زي لو انا عندي كاباستر ايش لازم احدد الانيشال كونديشن تبعه؟ فولتج. الفولتج تمام، لازم احدد الانيشال فولتج تبع الكاباستر، ولازم احدد الانيشال كارنت تبع الاندكتر. الريزستر ما في له انيشال كونديشنز احدد. اذا عندي هون اوكي، هلا المفروض اذا الزاويه 45، طيب قديش المقاومه تبعت الار ال لود هذا صارت اللي بنقيس تبعتها؟ هي الار زائد الاكس ار اي ار زائد جي جي اكس ال شيك او جي اوميجا ال. قديش الماجنتيود تبع زد راح تكون؟ 10 تربيع زائد 10 تربيع تحت الجذر مش هيك؟ اللي بتصير 10 تربيع 100 و100 200 200 تحت الجذر بتطلع حوالي 14 مش هيك؟ 14. اذا الكرنت شو بتوقع الكرنت يكون؟ 100 على 14 مش هيك؟ لانه انا عندي 100 فولت اللي هو البيك طبعا مش الار بس. نعمل ران، راح نخلي لها 10 ثواني. خليني ارجع مره ثانيه بوينت 2 اوف سكند. إذا الآن خلينا نطلع على هدول أوتو سكيل. هلا أول شيء خلينا نتأكد إنه فعلا البيك تبع الكرنت قديش تقريبا، هو طبعا بالنظر هون صعب إني أشوفه بالضبط، بالنظر عم نشوفه إحنا 14. هلا إذا بدكم بإمكاننا أول شيء خلينا نتأكد من الزاوية. ما بنقدر نغير السكيل؟ الزاوية إذا تطلع هون مثلا المفروض تكون مين يكون ليدنج مين؟ مين يكون لاجين؟ الكرنت لازم يكون لاجين لفوق. إذا عملنا هون زوم مثلا راح الاقي هي الزيرو، خط الزيرو، هي الزيرو كروسنج تبعت الفولتج وهي الزيرو كروسنج تبعت الكرنت. هي عندي هون هي 180 درجة، هي 90 درجة مضبوط، هذه هون هي عندي هون 90 درجة. إذا هذه 45، مين اللاجين؟ الكرنت. الكرنت الكرنت لاجين، هذا زي ما احنا من فوق. نيجي الآن على الماجنتيود، الماجنتيود ايش قلنا لازم يكون؟ 100 على قديش؟ 100 على جذر ال 100. هلا 100 مش على 10، لانه انا عندي 10 ريزستيف و10 اندكتيف، فبصير عندي 10 تربيع 100 زائد 100 200 جذر 200 حوالي 14 وشوي، فبيطلع عندي الكرنت 7.07 7 تمام. اذا هذا اللي هو هون الكرنت تقريبا اللي موجود هون. اذا بدنا نتاكد منه ونقدر نقيسه ممكن اني اعمل زوم، اظن اذا عملت زوم زي هيك بعمل لي تمام، هي تقريبا بقدر اشوفه بشكل اوضح ماشي. اللي هو طبعا هذا مش ار ان اس، هذا ايش؟ هذا البيك. خلينا نعمل نفس الشيء الان، نغير بحيث اني احط هون احول هذا لار سي لود. ار سي لود خلينا نحسب نفس الطريقه، بدنا نحسب الامبيدنس تبع الرياكتنس تبع الكباسنس بدنا اياه يكون 10 اوم. الرياكتنس شو بيساوي؟ 1 على اوميجا سي بيساوي 10. اذا سي بدها تساوي 1 على اوميجا في 10 مش هيك؟ 10 اوميجا، بس اوميجا 2 باي اف، فبدي اضرب 2 باي اف في 10 واخذ 1 عليها. اذا 2 في باي في 50 في 10 وبعدين اخذ 1 عليها، بيطلع معي المفروض يكون تقريبا
32 او 0.32 ميلي فرد او 318 320 مايكرو فرد، فراح احطهم 320 23. تأكد منها مضبوط 10 to the minus 4 خلينا نكتب منها هون مضبوط 318 مايكرو فرد. هل هاي 318 مايكرو فرد او 320 مايكرو فرد؟ لانها مضروبه في ايش؟ 10 to the minus 6 10 to the minus 6. اذا الامبيدنس تبعت الكبسه رح تكون 10 والريزستنس رح تكون 10. ونفس الشيء اذا حبيتهم نقدر نحط الفولتج الانيشال فولتج تبع الكبسه 0. نعمل اوكي ونعمل رن. طلع نفس الطريقه هلا هون رجع اوتو سكيل. هلا شو راح الاحظ الان المفروض يصير عندي بالنسبه للليدنج واللاجنج؟ فولتج واضح انه فولتج لاجنج الكرنت الكرنت هون ليدنج الفولتج بحوالي 45 درجه. نطلع على الماجنتيود كمان الماجنتيود حوالي 7 امبير. اوكي ماشي واضح الان. اذا هون احنا هون بنينا دائره بسيطه اندكتيف وريزستيف.